مرحلة وليها يعني متطلبات مختلفة. كابتن حمادة كلمني، كان في السودان وكلمني فورا، لأنه طبعا كابتن حمادة صديق قديم جدا، لعبنا مع بعض أولمبياد لوس أنجلوس سنة 84، ده عمر كبير جدا، وصديق وجدع وشهم ومن الناس اللي أنا بحبها أساسا. فأول ما كلمني أنا على طول أديت رغبة كبيرة إن أنا أكون معاه.